كيجي من الناس معناتها يقولوا لي معناتها ميرسي عملت اللي ما نجمناش نعملوه، كل متر ونقف ندافع عليك، معناتها رانا معاك، رانا معناتها استغربت في بالي السب معناتها كيما في المواقع الالكترونيه، وهذا ما كانش معناتها كيما اللي كنت نتصوروا اللي راهو فيه معناتها شعوذوني. معناتها اون فيت خلينا نحكي لك على انا شنو نحب نحكي، خاطر في الحكايه هذيا علاش وصلت نصحايب اللي انا باش نخرج في الشارع باش نتسب معناها اكثر. في تربيتنا احنا واخلاق معناتها ملي احنا صغار ما تربيوش معناتها على الاحترام الغير، على يخوفونا من التفكير، ديما نتبعوا وما نعرفوش علاش، معناتها لازمنا نتبعوا العادات والتقاليد. باش نقول لك حاجه، ابن خلدون قال ان اتباع التقاليد لا يعني احياء الاموات بل موت الاحياء. به انا معك، انا مع التقاليد والعادات ونحبهم ونموت عليهم، نحب تونس حاجه ما تنجمش تصدق، وعلى ذلك انا وياه نحبوا نقعدوا في تونس، معناها ما نحبوش نسافروا حتى بلاد اخرى. سامحني ما تقصش عليها، باش نقول لك لا لازم نقص عليك، سي بوسيبل كان تسمع باش تقص عليك، باش تقص عليك، اي حريتك الشخصيه تعمل في بدنك اللي تحب عليه، انت حره. اما انت علاش عامله شعرك هكا؟ وعلاش عامله بيرسينغ هنايا؟ وعلاش لابسه بلوطه بركه ومش ميديك؟ نحب نعرف علاش فقط. صباح ايش خليت؟ ما خليت شيء، هي ما خليت شيء. خليت تتعشى في الليل. لا هي لا نحترم نحترمها في بدنها تعمل فيه اللي تحب. اما انا نحب نسال هي علاش عملت هكا؟ يعني من اين منطلق تحب تعرف؟ فلا مثلا قل لي اعمل واحده بلوطه نموت وما نعملش توديك علي شو هذا؟ يا راك في التلفزه ماكش في الدار لا بلوطه ولا صورني اعمل وشم سامحني على البلوطه باش نتكلم والله اخي العظيم انا نحيتها خاطر ما نحيتهاش البلوطه راه حتى قبل مراك كي كنت تجيب صغار كي كنت تجيب صغار وانا ماماتي عملت لي بلوطه مني تولدت خاطر امي معناها الله يرحمها انت حر ما كنتش صغير تحط واحده حمراء في انت حر انا ما نعملهاش ما نجمش ايوه انت علاش عامله هذا الكل؟ انا عملت خاطر اكثر معناتها واحد يجم ينقدني في الدنيا في العالم هذا الكل هي مرايتي. كي نغزر شكون مرايتك؟ هي معناتها شخصيتي اما كيفاش ترى روحها بعينين امل. معناتها انا كي نرى روحي في المرايه كان ما نكونش بلاش هالبلالط ولا كيفاش بشتر ولا كي نواجه روحي في الدنيا وكي نبدا وحدي، مش خاطر مع العباد ولا العباد ينقدوني، كي نبدا وحدي، اهم حاجه اني كي نبدا وحدي في الدار ولا مع راجلي اللي هو شاطري تو، معناها ما نجمش نتقبل روحي ونحس روحي اني نتنفق على المجتمع اللي لازم نرضيه وفرد وقت، معناتها ما نجمش نرضي روحي، هذا ما منج... هذا انه معناتها توصل تحب، انا ما معناتها ما احترمت العباد، اني ما وصلتش درجة روحي كي نغزل روحي في المراية. نكون انسان مخالف على واضح. قراراتي وشخصيتي في اقدامك على التجربه هذه وظهورك بهذا الشكل في برنامج عروسه وعريس لصديقتنا مريم بن مامي فرحتك تنغصت ولا فرحانه براجلك اللي عرست بيه نغصوا لك فرحتك؟ لا لا شد صحيح انا اللي عجبني يعني هو غادي شيخ ما عندكش فكره هي تحكي هو يخزر هكا انا اللي عجبني شنو يا عبد الله مبهر مازال مبهر مريم مش دقيقه هكا استنى خلينا نحكيو معاها انا اللي عجبني عليها في امان اللي عجبني فيها قوه الشخصيه نتاعها في الكاستينغ قوة شخصية نتاعها كي لقيتها هكا قلت الفا ساسومي الفا اسومي معناتها سون شوا الفا اسومي معناتها لي كريتيك كي فون سورتيغ سور انترنيت اي انسي دو سويت الي فور دو بيرسوناليتي سيت في مريم انت توقعت انه باش تكون الضجه هذه توقعت؟ توقعتها من با سو بوان فرونشمون با سو بوان لا با سو بوان معناتها معناتها يقولوا لها هي تعبت في الشيطان معناتها سي جراف انا زين انا زين انا زين فولي هوني جو مي اتوندي با فرونشمون شحوال تيمور اللقب نتاعك شنو هو؟ سبيري دي لوفا سبيري دي لوفا جنسيتك شنو هو؟ روسيا من روسيا من روسيا وتحكي بالكذا بالعربي من روسيا امبوسيبل علاه 100% روسي مش طرشه والله لا في بالي تونسي وش بينك؟ أول مرة والله مرحبا بيك مرحبا بيك تيمور ألوغ كيفاش عشت ما بعد التصوير؟ كي خرجتوا للشارع شنو هي ردود فعل الناس؟ أول حاجة في كونتراست بين فيسبوك وشارع ستادير فيسبوك يا بوكو دانسولت فريمون و سورتو إذا انسولتي ما فام أما في شارع أو كونتخيغ أنا يو أن سوتيان عباد فرحوا بينا قالوا مبروك و بلان جون حتى دي جون فوالي اللي سبك في فيسبوك قلت له والله اللي يسلم عليك بالبوسه هو اللي سبك في فيسبوك هذيك عندنا تقاليد سبك في الكرون قابلك ولا بوسه عندك اوتو كان بس ما كان حد شيء نرجع لحكايه عبده الشيطان قالوا عليك اللي انت من عبده الشيطان
والله اللي يتفرج في الحلقه معناها يرى لي عائلتي معناها كلهم معناتها متدينين، دونك تربيت في عائله مسلمه، ومعناتها عندي 5 سنين من اللي عامله الكوب هذايا واللوك هذايا. معناتها انا عائلتي ما تنجمش تصور قداش عمرهم ما يحبوا، يعني معناتها يحاجتهم بيا باش نتبدل، يحبوني كيما انا الشخصيه نتاعي، ما عمرهم ما جوجوني، خاطر معناتها يكتشفوا الشخص انك توصل تتهم عبد ومعناتها تشوه له سمعته على المواقع الالكترونيه وتحكي عليه وتشعوذه وتشوطنه من غير ما تعرفوا تعرف الكائن اللي قدامك ولا عمرك ما حكيت عليه شكون اللي ضر الاخر. انا ضريتهم خاطر في ليله فرحتي نحب نكون كيما انا، ونحب معناتها النهار معناتها اللي نعيش حياتي فرحانه خاطر عشت مع الراجل اللي نحبه حاجه هو راضي بها وانا راضيه بها ونحب نكونوا هكاك. هما اللي ضروني، هما هذه جريمه انك تتشوه سمعه عبد معناتها وتحكي معناتها وتشعوذ وتحكي عليه وبعديك ترجع. معناتها انا تحطيت في موقف اللي تحطوا فيه العباد الكل، راهو معناتها مانيش اول معناتها هي بيان سور في التواريخ في التاريخ في اي زمان ولا في اي مكان اي عبد يعمل اول مره حاجه راهو مش جديد ضده. اذا ما كانش عنده العبد الجراه والمعناتها معناتها الاوداس باش يعمل الحاجه هذيك راهو حتى ما نجموش نقدموا لا في التكنولوجيا لا في حتى في الارض اتهموهم بالهبال. معناها واضح. على ذكر عبده الشيطان مباشره نشوفوا معنا هذا التقرير حول عبده الشيطان، راهو مش المقصود لا انت ولا الناس اللي قالوا ولا اتهموك، فقط للتذكير. طب عبادة الشيطان هي ظاهرة يقول المؤرخين إنها بدت مع الفراعنة والهنود اللي كانوا يعتقدوا اللي فما إله خير وإله شر. ظاهرة تلاشت لكنها رجعت بقوة في أواخر القرن 19 مع أنطوان ليفي اللي أسس أول كنيسة لعبادة الشيطان عام 1966. لهنا ما عادش نحكيو على ظاهرة أم على حركة صدى نتاعها وصل لكافة أنحاء العالم. حركة طقوسها غريبة، قوانينها صارمة، والانضمام لها يتطلب شروط أبرزها تمجيد الشيطان، التمرد على الأديان وإباحة المحرمات. برشا رموز ارتبطت بعبادة الشيطان كيما الصليب المقلوب اللي يرمز للتمرد على الأديان، النجمة السداسية اللي تدل على استجماع قوى الشر والسحر الأسود، الأفعى اللي يعتبروها رمز الوفاء لروح إبليس، الهرم والعين اللي يرمزوا بالنسبة لهم للمسيح الدجال. برشا مشاهير اعترفوا انهم من عبادة الشيطان كيما كيني ويست اميني اللي غنالي وكيتي بيري اللي اعترفت انها باعت روحها ليه. ساعات صعيب باش نميزوا عبادة الشيطان عن غيرهم بالمظهر، برشا مغالطات قاعدة تصير كيما الربط بين عبادة الشيطان والاستماع الموسيقى الميتال. وإلا عبادة الشيطان ولولوك غوك دي كليشي ما يمتو للواقع بحتى صلة، خاطر ما فما حتى قاعدة تقول اللي يسمع الروك هو من عبادة الشيطان وإلا العكس. مرنا لك تيمور في الاخر من خلال التجربة اللي عشتها هذه في برنامج عروسة وعريس مع زميلة مريم بن مامي، ايش تحب تقول في الاخر؟ با ميرسي ديجا ميرسي لمريم وللبرنامج وللحوار التونسي اوكي، لكن ايش تحب تقول للناس اللي ربما جاوا ضدكم؟ جو لو سويت دو فيفغ لو ميم انستون دو بونور اللي نحن عشناه. واو فريمون شكيب يعتقد انه عاش لحظات سعاده وهذا عرسه وفرحان بمرته كيما هي. انت فرحان بها كي ريتها؟ سؤال خطير كذا سايب لي شكيب واحد فرحان باللي شفته؟ كبراتنا يقول لك الفائده في الهنا فايزه اذا هما فرحانين اي معناها بالنسبه لي انا ان شاء الله يتهناوا هذا واحد. اثنين علاش صار فيا انا في الموضوع هذا؟ علاش علاش؟ لا لاني تعرف واحد سمعت انه ضيفان عروس
وعروسها وعريس ومريم وقصتها الخرجة هذه في اللكحل على مشط شعر على الدجاج بنها باش توضح بالضبط. لا 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 المقصود معنا بقيت نبحث ليلة كاملة أكيد. وأنا نبحث على قصة الروبة البيضة على الروبة الكحلة أصلها وفصلها وتاريخها وعلى حجامة الشعر هذيك على الوشم اللي بتاع الليزانارشي هذوما.